السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مس امان عادل. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن releases of gases من ال earth interior، من ايه؟ من داخل الارض. gases and liquid in mantle rock. بقول لك انت لو فتحت كربونات بيفرج، يعني ازازة حاجة ساقعة او اي مياه غازية، you could not observe any bubbles. However, when you open the bottle, you observe the bubbles A form. تمام؟ The bubbles rose to the surface of liquid and A escaped. The virgin carbonated, it has gas dissolved in it. يعني إزازة المية الغازية ما بتلاحظ فيها أي غازات، ولكن أول ما بنفتحها بنشوف الجازز بقى إيه طالعة منها وكده. تمام؟ يبقى الجازز دي كانت dissolved فين؟ في البيفرج بتاع الوز ايه كربونيتد. opening the bottle reduce the pressure on the fluid in the ايه in the bottom. ايه اللي سبب ان الجاسس دي تطلع اللي هي كانت دايبه اصلا بالداخل؟ ان انا عندي دلوقتي ان انا لما فتحت قللت الايه البرجر على الفلويد in the bottom. this allows the gas to be ايه release. اما الضغط قل، الجاسس الموجوده دي عندي كلها ايه طلعت. تمام؟ نفس القصة بقى هنتكلم عنها دلوقتي. The reason you don't see bubbles in an opened bottle is because the pressure of the outside of the bottle restricts the movement of the gas in the liquid. اللي بيخليني ما بشوفش الغازات اللي هي دايبة دي، وأول ما بفتح بشوفها، قلنا أول ما بفتح بشوفها عشان البرجر بيقل، لكن بالداخل an open bottle is because the pressure of outside of the bottom restrict the movement of the gas in the ايه in the liquid. في الاوتسايد البرجر هنا ايه بيحكم عملية الحركة بتاعت الايه الجازز وكده في الليكويد، فالبرجر بيقول فايه فبيخرج. this prevent the gas from escaping. hitting the open bottle increase the rate at which the gas escape. يبقى الضغط جوه محبوس، انا طول ما انا قافله اول ما بفتح ده بيقلل ايه البرجر وبيسبب ايه ان الجازز دي ايه تطلع. gases are dissolved in earth hot mantle rock. this include carbon dioxide. نفس القصه بالظبط، ان انا عندي برضو في غازات محبوسه جوه في المجمى. تمام؟ الجازز دي زي الكربون دايكسيد والنيتروجين والووتر ايه فيبور. تمام؟ ما فيش هنا اكسجين. compare this to the gas dissolved in the beverage that you examined. نفس قصة الجازز اللي احنا لسه متكلمين عنها. deep in the mantle rock dissolved gases are under grade A pressure. كل ما بنزل تحت البرجر طبعا بيبقى زايد على الجازز دي. they remain dissolved and in equilibrium with the A environment. في توازن طبعا تحت. during volcanic activity molten rock rise through the A the crust. اثناء الفولكانيك اكتيفيتي المولتن روك دي بترتفع خلال الايه القشره وكده. يبقى امتى؟ طول ما هي محبوسه هي تحت، اول ما بيحصل فولكانيك ايربشن بتبتدي ايه تخرج وكده. the environmental condition change as the deeps below the surface decrease the mass of overlying crust decrease. طبعا تحت الدبس below the surface decrease الماس بتاعت الاوفرلور كراست ايه ديكريس. تمام؟ سير فور ذا برجر اون ذا ريسنج ماجما اولسو ايه لسن ويز ديكريس ان برجر جازز ديزولفد ويزن ذا ماجما ار ريليس. نفس القصه، الماجما هنا البرجر بتاعها هيقل اول ما تطلع فوق، فهيحصل لها ايه ريليست. ذس ان كرييت ان يو ايكوبلرم سيميلر تو ذا ريليس اوف جاز فروم ذا بوتوم after it was a open. يعني دي شبيهة بالظبط نفس القصة، البرجر بالداخل بيبقى عالي جدا، اول ما بفتح بيقل فبيحصل escaping للايه للجاسس. earth recognizes ferbilite contain special mineral. this mineral can hold water within this crystal mineral matter in earth mantle also contain a water. طبعا المجمى اللي خارجة دي عبارة عن مينرال وروك ووتر فيبور وجازز وحاجات تانية، مش جاز بس، يعني حاجات برضو مينرال وروك. how much water vapor in earth mantle a number of years ago العلماء في اوكيو وجابان tried to answer this is a switch. how much water vapor
الإرث مانتل اللي هي بتخرج لي بعد كده. ذكري ده موديل إرث مانتل إن ذير لابوراتوري، عملوا زي موديل كده عشان يكتشفوا الوتر فيبر موجودة في المانتل. The scientists placed the same pressure on their mini mantle that exists in RCA mantle. عملوا موديل صغير كده لميني مانتل، مانتل صغير شبيه للايه للإرث مانتل، حوالي 2500 تايم جريت زان ذا اتموسفيرك بريجر يفيل ات ايرث سيرفس. يبقى قد ايه من الاتموسفيرك بريجر؟ 250,000 مره تايمز جريت زان ذا اتموسفيرك بريجر، بريجر موجود. زي فاوند ذات ات ذيس جريت بريجر ذا روك ان ذا مانتل ار ايبل تو كونتين هيوج فوليوم اوف ديزلفت ووتر ايه فيبر. يبقى لقوا دلوقتي في البرجر العالي ده في الصخور قادر ان هو محتوي على هيوج فوليوم اوف ديزلفت ووتر. تمام، يعني تخيلوا دلوقتي ان هو 250,000 تايم جريت زان ذا اتموسفيك برجر، يبقى بالتالي الجاذبية المحبوسة فيه هتبقى اكتر طبعا من البرجر العادي. ده هنا اهو gas dissolved في الليكويد under pressure is released when the pressure is طبعا lower. ال volume of earth entire mantle is طبعا ال volume بتاع الارث طبعا ضخم جدا. العلماء حددوا طبعا contain volume of water greater than all the water in earth ocean، فبيبقى اكتر كمان من الموجود في الاوشن. some scientists based this finding اقترحوا ان انا عندي there may not be that much water in the mantle since it's impossible to gather sample of the deep mantle rich and a debate is still continuing. طبعا من الصعب جدا ان انزل تحت في الديب واحدد الايه الووتر فيبر اللي موجود فيه. تمام، بس هو دي كلها ايه حاجات تقريبيه. يعني many crystal in earth crust begin to form in some kind of fluid as crystal grow they often trapped in bubble the fluid. طبعا الكريستالات اللي هي موجوده تحت دي اللي هي بتبرد، تمام، اول اللي هي موجوده في الفلويد دي trapped in bubbles of fluid بيبقى محبوس فيها كده bubbles. the profit important formation about the condition under which crystal formed by heating the bubble scientists can find the temperature and the pressure at which the crystal a form. البابلز بقى اللي موجودة دي اللي هي موجودة تحت وان نتيجة الكريستاليزيشن اللي موجودة عندي. تمام، العلماء وجدوا ان التمبرشر البرجر دي نتجة من عملية الكريستاليزيشن، لان المجمة بتبرد وبتعمل كريستالات اثناء التبريد بتاعها والكلام ده كله الجاذب دي بتنتج عنه. one instrument used for this way designed by the USGS ده extremely sensitive بيبقى حساس جدا. يبقى بالاختصار زي ازازة كده المياه الغازية بفتح البرجر بيقل بيطلع، نفس القصة في المجمى ما بيحصل فولكانيك ايربشن، انا فتحت الدنيا بقى فوق عملية السبدكشن المجمى برضو هتخرج لان البرجر قل عليها عنها، والجازز اللي موجودة دي قالوا ناتجة ان هي من من عملية الكريستاليزيشن. اما الكريستال بتتكون فبيبقى في بيحصل جاز، بيتكون جاز. اماونت ديتينج اماونت اللي هو الجاز بقى اللي بيستخدم عشان يقيس او يحدد العملية دي كلها اسمه يو اس جي اس. ده لو ات حوالي 8 بارتس بير بليون ان سامبل از سمول 1/10 ملي متر ان دايامتر. ده الديسكريبشن بتاعه. ده الارث ووتر فيزيبل فروم سبيس، الصوره ليه. ده مايكروسكوبيك فلويد انكلوجن وزن زي كوارتز، عمليه الكوارتز لما بيحصل له كريستاليزيشن اول اي مينرال قلنا بيبقى الجازز بقى بتبتدي تتكون وكده. الجازز ديزولفت ان ايرث مانتل ريليز ان اتموسفيريك ديوريك. طبعا امتى هتطلع الجازز المحبوسة تحت؟ بعد ما تكونت من عملية الكريستاليزيشن، اما يحصل انفجار بركاني فولكانيك ايربشن. This can occur when plate designed one in the mantle descent downward، يعني دي عملية سبدكشن يعني البليت بتنزل تحت.
يبقى اول ما يحصل subduction والبسيت يحصل لها descending downward، يعني حصل subduction الفولكانيك eruption بيحصل والجاز بتخرج. The plate can get so hot that any water or gas it contain rise into overlying mantle. Overlying mantle melt into a magma. يبقى البليت دي تبقى hot طبعا. That any water or gas it contain rise into the overlying mantle melt into magma. البليت اللي تنزل دي بيحصل لها melting وبعد كده الايه الجاز بتخرج بقى وكده. الماجما is less dense than the solid rock that surround it. بما ان الماجما خرجت وطلعت فوق طبعا موجودة فوق يبقى الدنس بتاعتها هتبقى اقل من الايه الموجود حواليه. الزين رايز ثرو ذا مانتل تو ذا اوفرلاينج كراست. هترتفع طبعا. At the near earth crust there is less overlying rock. The pressure on the magma ايه degrees. تمام نفس القصة هتبقى موجودة فوق. اول ما تبقى موجودة فوق قلنا الدنست بتاعتها اقل من الصخور اللي حواليها لان هي موجودة فوق. البرجر اللي كان موجود عليها تحت هيبتدي يقل. اذا سيرفاس ده ماجما از اندر اتموسفيريك برجر. جاز زي الكربون دايكسايد والنيتروجين والسيلفر والووتر الذايبين ده كله في الماجما. فيريس فولكانيك برجر ريليز ديزولفد جاز فروم ايرث ايه مانتل. يبقى طبعا كل الجاز المحبوسة تحت اول ما بيحصل بقى انفجار بركاني بتبتدي تطلع. وقلنا ايه بتبقى بما انها موجودة فوق يبقى الدنست بتاعتها طبعا اقل. وطبعا ايه هتطلع كل الجاز كربون دايكسيد ونيتروجين وسولفر والكلام ده كله هيطلع منها. ده بيشمل طبعا شواء حصل فولكانيك ايربشن كونتيننتال او اوشانيك لان بيحصل برضو فولكانيك ايربشن في الاوشن مش في القاره بس. هيحصل اوت بورنج اوف لافا فلو اند ريفتنج. هتخرج بقى ايه طبعا الماجما تحت اول ما بتخرج على السطح بتبقى السما لاف. ده بيشمل ريزنج بلامز ات هوت سبوت اند ات ميد اوشن ريدج زي البالمز كده اللي هي طبعا الماجما ما بتخرج من الاوشن بتبقى عامله زي بالم كده زي هوت سبوت طالع منها. ادميشن اد ايه ميشن اد ميد اوشن ايه ريدج. اثناء العمليه دي كلها الهوت ماتيريال فروم ذا ديب مانتل ريتش ايرث سيرفاس هتبقى على السطح. ده ما بيحصل اي ديزولفد جاز ات كونتين ار ايه ريليست. تمام بينا بيحصل فولكانيك ايربشن مش في القاره بس لا كمان في الايه في المحيطات. بيطلع ايه بقى بيطلع اي حاجة محبوسة تحت وتوصل للسيرفس من جازز او اي ماتيريال تانية وبتخرج في شكل ايه بلومز كده زي الهوت سبوت بتاعنا او الايه ادميشن ميد اوشن ريدج. ده الوصف اهو حصل ديسندنج بليت ميلتنج ديسندنج اللي هي عملية السبدكشن البروسس سبدكشن وحركه البليت هنا ايه قلناها كتير قبل كده كونفرش الفلاود كوز بارشال ميلتنج اوف ذا مانتل. اول ما نزلت طبعا الجزء اللي نزل تحت الدنس بتاعته عاليه دبوا كده. الميلتد مانتل رايز تو ذا سيرفاس جازز ريليزد ثرو فولكان. ادي بارشال ميلتنج اهو الفولكان ده حصل و ده الاوشانيك كراست اهو تمام اللي نزل بيتكون من البازلت والجبرو. وده الميد اوشن ريدج برضو قلنا ميد اوشن ريدج ناتج عن حركة اللي هي الدايفرجن والبليت بتبعد عن بعضها اللي هي سبريدنج ريدج. وطبعا نتيجة ده كله هيحصل ايه بقى هيحصل فولكانيك ايربشن والفولكانيك روك هينها هيحصل ايه بازلت والريولايت والكلام ده كله ايه هيطلع. وده جزء اللي حصل له اكيرشن ايه ويدج يعني بعد كده دي بداية الكونتيننتال جرو بقى اللي هو الجزء الاكيرشن ده. تمام يبقى باختصار دي المانتال ليسوسفير الاوشانيك نزلت الدنست بتاعتها عالية والكونتيننتال كراسة ايه ما حصلهاش حاجة والجزء اللي نزل ده حصل له ايه بارشال ميلتنج والماجما طبعا ايه نتيجة الديسندنج بتاع البليت اللي نزل طبعا وقلنا حصل له ايه بما انه هو نزل هيحصل له ميلتنج فين في الكراست.
ده ستيم وفولكانيك جاز ناتجة من كراتر اوف ميتنس هيلينز. ده نوع، ده اسمه بولكانز، وان اوف سيفرال فولكان كاسكيدا فولكان شي، من اشهر الفولكانز من سلسلة فولكانات اسمها كاسكيدز فلين فولكان شي. which statement is correct؟ ان انا دلوقتي as you move down through the layer pressure طبعا ايه increase اما بنزل تحت قلنا بيقل فوق. which of the following statement is not true of temperature in earth layer؟ ان انا الليسوسفير has higher temperature، الليسوسفير اللي هي طبقة فوق، عن الاسينوسفير طبعا ايه ده مش correct. what is our sign that volcano may erupt soon؟ ايه الدليل بقى ان هو هيحصل له انفجار دلوقتي؟ انه لو حصل تغير في شكل الفولكين الجاز اللي طالعه، ولو في ايرثكويك برضو اكتيفيتي في المنطقه، ده دليل كله ان انا هيحصل ايربشن دلوقتي. ده طيب وبليت باوندي هو تو بليت كم تو جزر، قلنا اكتب تران اللي حصل في الشكل كونفرجن، ده الشكل اهو احنا لسه قايلينه. نوع البليت باوندي نفس القصه كونفرجن، which bleed under gross subduction at oceanic continental convergent bleed boundary. طبعا الايه الاوشانيك بليت لانه دنسر، volcanic island اللي هي لسه متكونه ماجما، which is pushed at الحاجات كلها على الفجر conversion. volcanic island قلنا ايه نتجمع الconversion. mountain form from collision of blade، يبقى الماونتين هنا ايه ناتجة من عملية الكوليجن او الديسيندنج بتاعت البليت لانها نزلت ايه تحت. سبدكشن زون ان اوشن كان كريت ويتش فيتشر، هيعمل لي طبعا هيعمل لي ايلاند وهيعمل لي فولكينز وممكن بعض الارسكويك. وين ان فولكان اوشانك بليت اند كونتيننتال بليت كولايد ويتش وان ويل سبدكتد، هيبقى الايه الاوشانك لانه دينستي مور دينستي. اي دايجرام ده بيمثل لي نوع البليت موفمنت اللي حصلت وعملت لي الفولدد بقى ماونتين، طبعا فولتد ماونتين على طول، يبقى الحركه بتاعت ايه السهمين داخلين في بعض، واحد طبعا هينزل بعد كده اللي هو الكونفرجن. وات واز ذا افكت اوف فولكانو ان ايرث اللي اتموسفير، طبعا فولكانز نتج عنها جازز ووتر ايه فوق بيبول. ايرث هاديان اتموسفيريك، الهاديان طبعا اللي بنتكلم عليه اللي هو بتاع النظريات دي كلها. كومبوزيشن ريزلت اوف اوف من الفولكانيك طبعا ايه الجازز ناتجه هنا من الاتموسفيريك من الفولكانيك ايربشن. العلماء اعتقدوا فيرست اتموسفير واز فورمد باي، طبعا ناتج من ايه من الجاز من فروم فولكانز. الايفولوشن بقى بتاع الايرث فلو سفير، السفير بقى عموما Earth interior has been releasing gases since its formation من حوالي ايه 4.6 billion years ago، ده عمر الارض. والانتريال gases يعني من بداية عمر الارض بدأ يخرج الغازات الجازز دي. were trapped within the solid rock particle they come to gather accreted to form a earth، طبعا هي كانت ترابس تحت واثناء بقى عمليه الاكريشن والانفصال وكده بدات تخرج. الاكريشن بروسيس بيجين اندر ذا انفلوينس اوف جرافيتي اوفر تايم مور اند مور ريك ديبري ويت بولد ان فورم اوف سولار اي سيستم. تمام، يبقى قلنا بقى السولار سيستم والديبري وبدا يزود حجم الارض. از ايرث ماس انكريز اتس جرافيتي جرو، ده دليل، ده بيتكلم في ايه؟ بيتكلم ان انا نزل عندي ديبري من السولار سيستم فالماس بتاع الارض زاد، فبما ان الكتله زادت يبقى طبعا اوريدي الجرافيتي هتزيد. البريشر انكريز اون اتس انتيرير ويز ان انكريز ان بريشر اتس انتيرير هيتد اند ايه ميلتد. تمام، البريشر طبعا تحت في الانتيرير في داخل الارض من جوه زايد، البريشر زايد يبقى الهيت والملت هنا طبعا تحت زايد والتمبريشر زايده تحت. Meteorite bombards the first of young years. This cause permit of crust to melt and rift. نفس الجزئية.
الميتارويت اللي كانت بتنزل ده خلى الارض طبعا سخنة وعمل ميلتنج للكراست as this cured large amount of gas were released through future in earth surface. هنا بيتكلم الحاجات اللي زودت او كونت بمعنى صح الاتموسفير الماء زادت بسبب السولار سيستم ديبري فالجرافيتي زادت الحاجات اللي هي كانت نازلة من الميتارويد والكلام ده كله عملت برضو ميلتنج للكراست اللي موجودة تمام. The young atmosphere grow mass and volume through volcanic activity. طيب الاتموسفير بقى عبارة عن جازز فاول جازز طلعت اللي هي الكربون مونوكسيد والديوكسيد والكلام ده كله كانت من الفولكانيك اربشن. طب امتى تثبت؟ اما الجرافيتي بتاعت الارض تبقى ايه كبيرة. طب الجرافيتي بقت كبيرة امتى؟ اما نزل حاجات من ايه من السولار سيستم. Earth gravity kept these gases from being stripped away by the solar wind and the blowing of it into space. The process by which huge volcanic eruption transferred matter from the mantle to atmosphere outgassing. عملت الاوتجازنج دي مهم. يبقى عملت خروج المجمى بما تحويه من material من mantle للاتموسفير وخصوصا الجازز تسمى اوت ايه جازز. وقلنا ايه بعد كده بدأ يتكون الاتموسفير والاتموسفير اتكون وبدأت الارض تحتفظ فيه. اما الجرافيتي بتاعت الارض زادت بسبب الماس اللي زادت بسبب الايه الدبري بتاعت الايه السولار سيس. يبقى الاوت جازنج مهمة جدا. الماتيريال بتتنقل من المنتل للايه للاتموسفير. ده درونج فيري يونج ايرس بليون ييرز اجو بيوضح لي المولتن سيرفرز اند سكارز impact by a meteorite. Outgassing early in Earth history produce primordial atmosphere of large water vapor and carbon dioxide. يبقى أول حاجة تكون منها الأتموسفير نتيجة الفولكانيك إيربشن كان عبارة عن water vapor وكربون دايكسايد. Also lesser amount of carbon monoxide وهيدروجين وهيدروجين كلورايد. يبقى الأكتر كان ووتر فيبر وكربون دايكسيد والاقل كان كربون مونوكسيد وهيدروجين وهيدروجين كلورايد. ده وير تريسز اوف ميثان اند امونيا از ويل ان كونتراست تو ذا اتموسفير توداي اكسجين واز موستلي طبعا كل الجازات كانت موجوده ما عدا الاكسجين وهناخد ان شاء الله الاكسجين جه الارض ازاي. ذا اللي اتموسفير واز توكسيك تو لايف اون ايرث تمام. طبعا توكسيك عشان ما فيهوش اكسجين. اتموسفير برجر مي هاف بين حوالي البرجر كان موجود ساعتها 250 تايم ذات اوف تو دي كان اكتر موجود دلوقتي. ديورنج ذا اللي هاديان ايرث سيرفس تمبرشر ويز اكستريم هوت طبعا الهاديان اللي احنا بنتكلم فيه ده كله درجه الحراره عاليه تو هوت فور ووتر تو اكزيت ات ليكويد ات ذا سيرفس. احنا قلنا كان الهاديان بقى والسولار سيستم والميتارويت والفولكانيك ايربشن درجة الحرارة كانت عالية جدا فالووتر فيبر اول ما كان بيطلع او يزيد از ليكويد از ذا سيرفس كان سخن جدا. از ريزلت ذير واز نو اوشن ليك ريفر اور جراند ووتر بناء عليه مش هيحصل ووتر سايكل لان مية المفروض هتدخل في دورة الايه الووتر سايكل الخاصة بيها نتيجة درجة الحرارة العالية فهيحصل التبخير على طول اول باول للوتر دي وبالتالي مش هيبقى فيه ووتر سايكل ولا في رين هتنزل فما كانش لا فيه لا اوشن ولا ليك ولا ريفر ولا جراوند ووتر. This atmosphere was similar to the known titan one of the Saturn's moon. ده شبيه لمين؟ لأحد الأقمار اللي موجودة في الساترن مونز اسمه ايه؟ يبقى الاتموسفير ده شبيه للتيتان ده احد اقمار الايه الساتر تمام. As the young earth cooled outgassing from a new atmosphere اول ما بدا يحصل كولينج بدا بقى يتكون الاتموسفير المثال هيدروجين نيتروجين ووتر فيبر والغازات النبيلة الكربون دايكسيد هيليوم
ده مثال النابل جاز. الهيدروجين the light component escaped on the space. مشكلة تانية، يبقى كان درجة الحرارة العالية قبل ما الدنيا تبرد كانت بتخلي المية تتحول على طول لوتر فيبر، فما كانش الاتموسفير بيتكون. تاني مشكلة ان انا عندي الهيدروجين ده اسكيب للسبيس لانه خفيف جدا، هيلث كولر سيرفس radiated less heat into the atmosphere further cooling enabled water vapor to condense. بعد كده السيرفس بقى كول لانه فقد حرارة كتير، فبعد كده ممكن ايه الوتر فيبر يحصل له ايه بقى، يخش في عملية الوتر سايكل ويحصل له كوندنس. ده فيلتو ذا سيرفس از رين ماتش اوف ذا فيرست رين وود هاف فولن اون هوت فولكانيك روك اند ايفابوريتد از كراست كول مول. يبقى دلوقتي الرينز هتسقط كهوت فولكانيك روك، الكولد مول رين بيجن تو كولكت ان لو لاين اريا زي فورم بادي فوتر اون ذا اي ذا سيرفس. يبقى هتبرد بعد كده المطر هتنزل هتتجمع في منطقة اي منطقة منخفضة تمام. enough water was released from earth and condensed to form the world ocean. بقى يبقى اي بداية تكوين الاوشن، بقى قلنا احنا قلنا طبعا القارة قاعدة ما كانش فيه محيطات زمان، اما الدنيا بدأت تبرد الاتموسفير بدأ يتكون. قلنا اللي خلى الاتموسفير يحتفظ بشكله ان انا الماس بتاعت الارض زادت فالجرافيتي بتاعته زادت تمام، فبدأ يتكون ايه، بدأ يحصل بقى كولينج، وما يحصل كولينج المية دي تتحول لايه لووتر فيبر، وبعد كده يحصل لها كوندنسيشن والرين تنزل فتملى الاماكن اللي هي الفاضيه بقى اللي هي موجوده دي اللي هو لولينج اريا، فبدا بقى الاوشن والريفر والكلام ده ايه يتكون. جرينلاند كونتين ايرث اولدست مارين سيدمنت. طبعا احنا قلنا الجرينلاند قبل كده بتحتوي على اقدم حاجه من الانتماس القديمه، وبتحتوي على اقدم مارين سيدمنتري روك حوالي 3.8 بليون ايرث اولد. It took about a billion years for ocean to form. ده بقول لك this also means that the atmosphere was the first part of solid sphere to form. فالجرينلاند دي لقوا فيها طبعا ايه اقدم صخور عمرها 3.8، ده حصل في الاوشن اول ما اتكونت، فده دليل ان انا اول حاجه اتكونت بقى ساعتها الاتموسفير، لان مش هيكون اوشن قبل اتموسفير، لان اصلا اما حصل كوندنس الوتر فيبر اتكون الاوشن، فاول حاجه اتكونت كده الاتموسفير بعدها الايه الاوشن. الهيدروسفير هو جزء المايه بقى arrived as product to ايه ده اتموسفير. يبقى الاتموسفير اتكون بعد كده الاوشن اتكون اللي هو مين الاوشن اللي هو الجزء الهيدرو بقى ايه سفير. 1 permittive content earth the first river network formed. الريفر نتورك بقى الشبكة بتاعته، والدراجن بيزن بقى اللي هي المنطقة اللي حاملة الريفر سيستم كلها. الريفر فلو ترانسبورت روك بارتيكل والفروم كونتنت، نقل بقى الصخور مكان العال مكان الأقل. سيدمنت بلت اب ان ذا اوشن زي فورمد ايرلي مارين سيدمنتاري ايه روك، السيدمنت بقى موجودة في الاوشن. This rock would be recycled through young subduction ايه زون. They would produce lava with great silica content that at which form زي اللي بزلت الكراست. يعني ايه الكلام ده، صخور نتجت نتيجة عملية الريسايكل بقى اللي نتجة وعملية السبدكشن زون اللي حصل، بليت نزلت فولكانيك ايربشن حصل، اللافا طلعت. اللافا اللي طلعت دي بتتميز بميزة لما حصل سبدكشن ان هي عالية في السلك، فورمت زي اللي بزلتك ايه كراست، فاول قشرة بازلتية كانت ناتجة نتيجة عملية السن استبدكتد عالية بالايه بالسيليكا. الاوت جازن اوف كاربون دايكسيد بروديوس رين فول اند اوشن ذات وير مور اسيتك ذان توداي. يبقى هي زمان الاوشن اللي كانت كونت والريفر كانت الاسيدتي بتاعتها عالية، ده بسبب الكاربون دايكسيد اما بيتحد مع المية بيعمل كربونيك ايه اسيد، عشان كده
الكربون دايكسيد اللي كان موجود في الاتموسفير ارتبط بالميه فخلاها الاسيدتي بتاعتها عاليه نتيجه طبعا الايه تكون الكربونيك اسيد. الووتر رياكتورز روك ثرو ويزرنج بروسيس ذيس اد نيو كيميكال تو ذا ووتر. لو الميه دي بقى تفاعلت مع الصخور اثناء عمليه الويزرنج كيميكالز تانية هتنضاف. الاوشن بيكام سولت كويت ايه، فبما ان في كيميكالز بتنضاف عليه هيبقى الملحه فيه ايه عاليه. العلماء حسبوا البي اتش كان حوالي 5.8 للايه لهادي اوشن، يبقى الحموضه كانت عاليه جدا. قلنا عن ايه عن دلوقتي نتيجه الميه اللي بترتبط بالكربون ديوكسيد فبتعمل لي ايه كربونيك اسيد. تمام. باي زاليت هاديان في نهايه الهاديان بقى الاوشن البي اتش بتاعته الهاديان طبعا العهد اللي احنا بنتكلم فيه ده كل الاحداث اللي حصل قربت بقت متعادله بقتش 7 لان الديزولفت كيميكال وود ليتر بيكام لايمستون اند شيل اوف ما ايه مارين اورجانيزم كونت ميه بدا الاورجانيزم يتكون اللايمستون بقى اللي هو مكون الصدفه بتاعت المارين اورجانيزم. فالأولدست أورجانيك مارين لايم ستون أر فاوند إن ويسترن أستراليا زي أر الروك حوالي 3.5 بليون ييرز أولد. يبقى اللايم ستون أما لقوا في نهاية عهد العهد الهاديان البي اتش بقت معتدلة بسبب اللايم ستون اللي موجود في الصدفة بتاعة الكائنات اللي عاشت بقى بعد كده في الإيه في المحيطات وكده. ده فيرست رين نزل على الإيرث سيرفر روك سايكل بيجان تو إيه ديفلوب. بعض العلماء بيعتقدوا ان البروسيس بتاعه الاوت جازنج دونت فورم ذا اتموسفير اند اوش. يبقى الاعتقاد اللي قلنا عليه الاوت جازن طلعت الجازز عملت الاتموسفير وكونت الكلام ده كله بعد كده الاوشن بدا يتكون. في نظريه تانية الاوت جازنج ده مش باين للاتموسفير ولا الاوشن. ذا يانج ايرث جرافيتي بولد ان كيميكال ريليزد باي ذا سان ذا ماتيريالز ان فورم دي ايرث ال ايه اتموسفير. بيعتقدوا ان اليانج ايرث اللي هي القديمه بتاعتنا الجرافيتي بولد بتاعها جه من الكيميكالز ريليزد باي ذا سان. تمام. يبقى الجرافيتي بسبب الكيميكالز اللي هي منطلقه من الشمس الماتيريال دي فورم دي ايرث ال اتموسفير. تمام. اذر ساينس ثينك ذات ايرث ووتر كام فروم جايجينيك كوميست كوميت سيفرال كيلومتر لونج باسنج باي ايه باي ايرث. تمام. اللي هي الشواهق الشهب بقى والنوازك والحاجات دي. يبقى اول اعتقاد قلناه عمليه الاوت جازك. تاني اعتقاد قالوا ان الكيميكالز اللي جايه منين هي اللي عملت لي يعني الايه الاتموسفير اللي جايه من الشمس. تالت اعتقاد الكوميتس اللي هي الشهب والكلام ده كله اللي مرت خلال الارض دي اللي عملت لي الايه الاتموسفير. ده بيقترح الجرافيتي بولد ان ايس اند روكي ماتيريال فروم ذيس ايه كوميتس. الجرافيتي بقى جت منين من التلج بقى والاجزاء الصخريه. بعد ما استخدمت الماثيماتكس زي هاف كالكوليتد ذات اس في يو اس 4 اوف كوميتس وود هاف بين انف تو بروفايد ووتر تو فول ذا اوشن كوميتس تو باس باي ذا ايرث ايه توداي. They don't do so at the rate fast enough to fill the ocean with water. يبقى باستخدام بقى الماثيماتكس والكلام ده كله لقوا as few حوالي 4 of these coins would have been enough to provide water to fill the ocean. عشان حوالي 4 منهم تمام عشان يملل الاوشن وكده. Do pass by earth today. They don't do as rate fast enough to fill the ocean. فقالوا برضو ان هي ايه المعدل بتاعها مش سريع قوي عشان يعمل لي الاوشن. يبقى اول نظريه قلنا الاوت جازنج. تاني نظريه عمليه الكيميكال كام السولار اللي عملت للاتموسفير. تالت عمليه الايه الكوميتس ورجع قالوا ان هي ايه حوالي 4 of these comets would have not been enough عشان تملا لي ايه الووتر وتعمل لي الايه الاوشن وكده. دي كلها كذا نظريه. لو الاوشن هاد فورمد ات كرنت ريت ات وود هاف توكن 10 اوف تريليون اف يير. لو هو بقى اتكون بالطرق اللي هم بيقولوا عليها والشوب والكلام ده كله كان هياخد مش بليون تريليون من ليرز.
because of ocean formed in about billion years. العلماء اعتقدوا ان انا rate at which comets come in contact مع ال earth and past much have been much higher. يبقى ال ocean formed in about billion years that's the rate at which comets come in contact with earth in the past have been greater. كانت كبيرة جدا. ال volcanic eruption, water vapor release والبروسس والاتموسفير الكون والvolcanic outgassing ده كله بسبب عملية ال outgassing by volcanoes still occur today, لسه مستمرة لحد دلوقتي لان في volcanic eruption. الجيوسفير بلاي رول في الكربون سايكل, طبعا تروب الكربون روك واللايمستون والكلام ده كله. ايه دور الجيوسفير بلاي انفورمينج ايرز اوشن, الفولكان بيضيف ميه للاتموسفير وشي كول تو كوندنس اند فيل ازرين. يبقى في كل الكنز دلوقتي بيضيف ميه للاتموسفير بتبرد بتتكثف بتنزل مطره. ده احد النظريات اللي احنا قلنا عليها الاشهر يعني. What the geosphere help to form earth اللي atmosphere ان انا برضو الجازس زي الكربون دايكسايد والوتر فيبر والسلفر والنيتروجين دي كلها ناتجة من اللي atmosphere. volcanic spewing ash and gas into atmosphere ده مثال لايه, طبعا ده مثال للجيوسفير الفولكانيك بقى والجازس اللي طلع, وده بيأثر على تغير او نشأة بعد كده الاتموسفير. الهيدروسفير عبارة عن عبارة عن كل الارث ووتر. الاتموسفير عبارة عن اللير اوف جازز اللي موجودة فين, محيطة بالارض. الاتموسفير الميد اوف ميست لوزيز جازز اشهر الحاجات طبعا كان مين, النيتروجين والاكسجين والكربون دايكسيد. ده الاتموسفير اللي هو بتاع دلوقتي, كان زمان ما كانش فيه اكسجين. الجيوسفير طبعا هو هو السوليد ريك بارت من الايرس. اي دو كول بروسس اوف ايرث انتيرير سبريتنج انتو لاير بيزد اون دنسيتي, احنا قلنا اللاير والكثافه والاعلى والاقل دي نعرفها من خلال الاسئله دي. عمليه الديفرنشيشن, ديفرنشيشن اللي بقسم الارض اللاير على حسب الدنسيتي. after differentiation ايه اللي حصل, طبعا اللي هو عمليه الاوت جازنج اللي هي اللير بقى اللي موجوده بدات الفولكانيك والاوت جازنج يحصل. ايه اللي بيسبب الاوشن جيت سولت اند سولت, طبعا عمليه التبخر الزايد بيزود الاملاح. what is the process to which volcanic eruption sweep the gases in earth اللي اتموسفير, عمليه الاوت جازنج. الايفيدنس بتاع جيف اس ذا ايج اوف ايرث, طبعا الموتوريت والمون روكس والكلام ده كله. الهواء تابن للكربون دايكسايد الدوزلفت ان ايرلي اوشن حصل له تند انتو سند, تحول بعد كده لسند وكده. ايه الجازز اللي بحتاجها عشان الارث اتموسفير بفورد اتموسفير ويز ايبل تو ابسورب اند ماونتين هيت اللي هي اللي خرج اللي هو عمل الكربون دايوكسيد. الجاز الهاي كونسنتريشن في الاير اللي اتموسفير كان اعلى حاجه تركيزه كان كان طبعا الووتر فيبر كان طالع من الفولكانيك ايربشن. اللي اتموسفير بيحتوي على مور ووتر فيبر ذان ذا مودرن اتموسفير داز, where did it go, condense عشان يعمل عن طريق الووتر سايكل عشان يعمل الاوشن. which is gases come from erupting volcano الووتر فيبر والكربون دايكسايد. اثناء عمليه الال ايست the least dense element could be found, طبعا least dense اللي هي كانت موجوده فين, الحاجات الخفيفه كلها والجازس طبعا في في الاتموسفير. الاتموسفير اوف اول ايرث هاد اول اوف ذا فولوينج جازز اكسبت اللي ما كانش موجود الاكسجين طبعا.
ايه اللي بيحصل years at billion for billion years ago، ان انا عندي ايه جزء السوليد روك اتكون وبعد كده الاوشن اتكون. ايه اللي بيحصل years about 3.8 مليون years ago، ده بالظبط اللي هو عمر مين، بداية عمر تكوين الاوشن، اوشن فورم اتحفظ طبعا زي اللي ايرث فورمت باي طبعا بالول ايه بالفولكانيك ايربشن والكوزميك كوليجن والكوميتس والاسترويدز، ده كله قلناه اثناء الشرح. ايرث اوشن فورم كونتنت بيجان سوبريت، بتكون على كولينج والاوشانيك كراست والبروسيس وكوندنس، ده كله مين، والرين بقى اللي اتكونت ده الاتموسفير. ايه الانتراكشن ما بين الفلاود سفير واليانج ايرس بقى، السفير التانية بقى الحاجات الكروية التانية واليانج اير. اليانجست اتموسفير was probably composed of very light element هيدروجين وهيليوم، كان فيه هيدروجين وهيليوم. الجاسس دي كانت ممكن تتفقد بالسبيس عشان الماس بتاعته قليلة. الجرافيتي was not strong enough to hold them close to. يبقى الجرافيتي زمان قليلة عشان ايه، كان لسه بقى السولار الدبري بتاعت السولار سيستم وبقيه الحاجات ما نزلش على الارض اثناء هذا الوقت. يعني ايرث انتر ستراكشر هادي تو ديفرنتيد ان سوليد انر اند ليكويد اوتر كور، ذي فيري يونج ايرث دونت هاف ماجنتيك فيلد تو بروتكت ذا اتموسفير. يبقى اثناء هذا الوقت ما كانش لسه حصل تمييز بقى بين الانر والاوتر كور، لان احنا قلنا الاوتر كان ليكويد وفي ايرون وبيلف حوالين ايرون سوليد، فعمل الايه عمل الايه الماجنتيك فيلد والكلام ده كله، ما كانش لسه الماجنتيك فيلد اتكون. فبالتالي الهيدروجين والهيليوم ما كانش فيه جرافيتي يقسمهم يحتفظ بيهم وكده، فكانوا سبيس دايما للايه للاتموسفير. فبالتالي ما كانش عندي ايه بيهربوا دايما للسبيس وكده، فكانش عندي تكون الاتموسفير. It was eroded by the solar wind. تمام. Fluid motion in earth's iron rich outer core created the magnetosphere. وقلنا عليه بقى لو الجزء الايرون الليكويد حول الايرون مولتن ده عمل للماجنتوسفير. الاتموسفير was a protect. يبقى الاتموسفير امتى اتكون او اتحمى؟ اول ما عمليت اول ما الماجنتيك فيلد عندي بقى ايه الماجنتوسفير الكون وكده. يبقى الماجنتوسفير الاول، بعد كده الاتموسفير، بعد كده الاوشن او الهيدروسفير ايه اتكون. استرونومر سينك ذات ذا يانج سان ووز اباوت 1/3 دايمتر ذان ات توداي، الشمس زمان كانت تلت الحجم اللي عليها دلوقتي. يورنج ايرث فيرست حوالي 500 مليون years، the young hydrosphere don't freeze over، earth didn't turn into giant snowball. يبقى الاول هيدروسفير اتكون، ها كان don't freeze، earth didn't turn into giant snowballs، ما كانش فيه بقى ما كانش فيه تجمد ولا اي حاجه. العلماء اعتقدوا earth young hydrosphere was rich in green houses gases، كان غني جدا بالايه بالجرين هاوسز جازز، ده حافظ على البلانت فروم فريزنج اوف. يبقى اول ما اتكون خالص قلنا ايه يعني حاجه الاتموسفير ما اتجمدش، ليه ما حصلش ان انا عندي سنو كانت موجوده والاتموسفير كان ايه كان غني بالجرين هاوسز جازز. الجرين هاوسز جازز دي اللي كانت موجوده ساعتها دي اللي خلت منعت ان الكوكب يحصل له freezing. Some become brighter concentration of greenhouse gases decline. اول ما الشمس بقى بقت لامعة والكلام ده كله greenhouse قلت. The rich modern level is known as faint young sun paradox. يبقى الوقت ده هو او الارض الحديثة اللي كان greenhouse فيها عالية جدا ومنعت عملية الفريزنج كان اسمه ايه اللي هو يانج سان بارادوكس. لان انتر اكشن ما بين الجيوسفير والفلاود سفير الديفلوبمنت اوف جيانت روك ذات ناو ميك اب ايه ذا كونت. تمام. يبقى التنوع بقى في الجيوسفير والاتموسفير والكلام ده كله ده اللي عمل لي الايه
الكرة بعد كده بقى بكل السفير، الهايدرو والجيو سفير والهايدرو سفير والاتموسفير. ايرث يانج كراست واز لارج ميد اوف بازلت، والناها اول حاجه كان بيتكون من البازلت. البارتيكلز ويزر فروم كراست اند مور سيليكا، السيليكا دي مقاومه للكيميكال اند فيزيكال اتاك. سيليكا ريتش سيدمنتال روك بيلت اب ان ذا اوشن زي ليتر ميلتد ان اي سبدكشن اي زون. تمام، يبقى هنا بتتكلم ان معظم زي ما قلنا قبل كده الاوشانك والكونتيننتال كان بازلت، بس بعد كده الايه الاوشانك هو اللي بقى بازلت والكونتيننتال بقى جرانيتك. تمام، البارتيكلز دي حصل لها ويزرنج. تمام، السيليكا دي مقاومه للكيميكال والفيزيكال اتاك. سيليكا ريتش سنتربيت اب ان ذا اوشن زي ليتر ميلتد ان اي سبدكشن اي زون. السيليكا بقى المجمل اللي كانت ناتجه السيليكا بتاعتها عاليه، السيليكا عاليه دي كانت مقاومه لاوعمل ويزرنج. ف السيدمنتال روك هي اللي بنت للاوشن بقى بعد كده. لو حصل بقى ميلتد بازلتك اوشن كراست بكام ريتشر ان سيليكا فروم ذا ادد ميلتد سيدمنتال روك، ده هيعمل لي الانديزيتك ماجما. يبقى المجمل اللي ناتجه دي نتيجه ان انا حصل ميلتنج للاوشن كراست الغني بالسيليكا. تمام، ده عمل لي بقى ميلتنج بقى لانه نزل تحت وحصل له سبدكشن، ده كون لي الايه المجمى اللي ناتجه كانت انديزيتك ماجما. المجمى دي ليس ماجنيزيوم وايرون ليس دينستي. تمام، بتمنع الفروم فيوتشر سبدكشن ذس بيكوز يور مور اي بيونت. نفس القصه باول حاجه اتكونت الاوشانك كانت بازلتك. تمام، وكان عملية السبدكشن مستمرة وكانت بتنزل وتدوب والكلام ده كله، اللي منع عملية السبدكشن تقف ايه اللي هي المجمى اللي خارجة اللي عملت لي كرون ستون بيلت. النوع المجمى اللي طلع اسمها انديزيتك ايه مجمى. تمام، او كان جيو سفير كوز ايرث كلايمت تو كول داون، ده بسبب ايه الفولكانيك بارتكلز زي الجازز السيلفر دوكسايد. تمام، وورمر ايه السبب ان هي وورمر جيوسفير بسبب الفولكانيك والكربون دايكسايد والجرين هاوسز ايه جازز اللي كانت موجوده. الاتموسفيريك جازز اون اير بالانت بتعتمد على ايه على البايوسفير طبعا ده الفوتوسينسز، يعني الجازز كلها اللي موجوده عندي البايوسفير بيعمل فوتوسينسز عمليه بناء ضوئي. الجيوسفير فولكانيك ايربشن، الهيدروسفير جازز ناتجه منين ديزولف ان اوت اوف ووتر. السبيس في جازز الهيدروجين والهيليوم هربت ليه، فده كل الجازز اللي انا كنت ممكن الاقيها في كل السفير. ايرث ماجنوت سفير ده دليل على ايه، ده دليل على البيننج ليكويد ميتال اوتر ايه الاوتر كور اللي هو الايه المولد. اخر حاجه فلت سفير ان اذر بلانت اند مونز كوكب تانية بقى، الارض الوحيدة مش الجسم الوحيد اللي السولار سيستم عنده فلويد سفير اللي هو الحاجة المائية يعني وكده الفلويد. فينوس ومارس عندهم اتموسفير زي الارض بالظبط. الماس اوف اتش اوف ذيس بلانت از لارج، الماس بتاعتهم كبير. الماس اوف اتش از لارج انف تو كرييت جرافيشنال فيلد، بما ان الماس كبيرة يبقى الجرافيشنال فيلد عاليه اللي هي الايه الجرافيتي وكده، ده هيحافظ على الاتموسفير من سكيبنج اندو سبيس. يبقى الاتموسفير الغازات بتاعته مش هتهرب للايه للسبيس. جادجنج فروم زير اتموسفير بريشر ذا ماس اوف ايرث اتموسفير از اباوت حوالي قد ايه 100 تايم جريت ذان ذا ايه ذا مارس. يبقى اول معلومه هاخدها ان انا الاتموسفير بريشر بتاعي الماس اوف ايرث اتموسفير حوالي ايه 100 مرة من المارس مريخه كده، 100 مرة برضو أقل من الفينوس يبقى أعلى من المارس 100 مرة وأقل من الفينوس 100 مرة. That raises an atmospheric on Mercury and the Moon early in their formation they may have had a atmosphere. يبقى أقل طبعا من ميركوري وأقل من المون. تمام، الفورميشن دي they may have had a atmosphere because of their weak gravitational field their atmospheric war probably lots into space.
يبقى البلانت دي تمام، ميركوري والمون والكلام ده كله ضعف الجاذبية فيها خالص، ما خلاش تحتفظ بالاتموسفير بتاعها. وان اوف جوبيتر زمون اقمار بقى المشتري وكده اسمه لو، اللو او ده اتموسفير ذات سترونجلي افكتد باي جوبيتر جراشنال ايه فيلد، تمام الجرافيشنال فيلد في القمر بتاع جوبيتر اللي هو المشتري، تمام الجرافيشنال فيلد عالي. اوروبا عند انا جوبيتر مون ذهب سين اوكسجين ريتش اتموسفير، تيتان وستارن ده اكبر قمرين، واي سي اي ورك موجودين فين في جوبيتر برضو، تيتان وستونيان تمام ده سين اكسجين والجوبيتر زمون دي كلها ايه الاكسجين فيها ايه ريتش عن ايه في الاتموسفير، سين اكسجين ريتش الاتموسفير ريتش ان نيتروجين وذ كلاود اوف ميثان، ميثان موجود هناك بيحتوي على رير فيتشر، بيحتوي على ايس فولجانز ليكويد هيدروكربون ليكس موجودة هناك ومشترى نكوي مون جيزا اوتر بلاون اولي بلانت ويز ابندنت فري اوكسجين. ايه بقى فينوس ومارس دول also have oxygen but it's tried to ايه كربون دايكسايد ايه ملكيو. يبقى الاونلي بلانت ويز ابندنت فور اوكسجين مين فينوس اند مارس ده عندهم اكسجين بس ايه ها كربون دايكسيد مولكيو. في برضو ووتر في الثلاث حالات دول، فينوس ده سمول اماونت اوف ووتر، مارس ايفيدنس على الستيم ايروشن ماي لونجر هاز لود ووتر ان اتس سيرفاس، مارس داس هاف ايس ان اتس بولز عنده برضو ايه كل الصفات دي تعرفوا كده. different the composition of their atmosphere from the sun surface atmosphere of each this planet بيختلف ايه 840 ايه درجة وكده، الفينوس و 15 درجة سيليزيا للايه للايرس ده طبعا اي رائد فضاء لازم يتلبس السبيشال سوتس طبعا بدلة الفضاء الخاصة بيه. ده صورة اللارج فولكين كده ولافا في الفينوس، ده ووتر ليس سويل سيرفاس في المارس. على حسب العلماء بوس ايرث اند مون ار حوالي ايه اربعة ايه نفس العمر 4.6 بليون ييرز اول. وات از ذا ايرث ايه اللي اتموسفير لايك كان شبيه للايه لمارس وفينوس، دول لارج كربون دايكسايد وما كانش فيهم اكسجين ولا جازز ولا امونيا. عشان افهم ايه اللي اتموسفير اعتقد ان انا اشوف ايه ها الهيدروجين والايه اللي اتموسفير مرتبط بالهيدروجين والهيليوم ايه جاز. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتم واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله.